أعاد شبان مصريون تصميم شكل العملات المصرية، وذلك عبر حملة دشنوها على فيسبوك. التصميمات الجديدة للعملة من 25 قرشا إلى 200 جنيه وضعت في صفحة على الموقع تحت اسم تحدي تصميم العملة المصرية، واستحدثت فيها رموز الفراعنة والأماكن الشهيرة في مصر، كما روجوا لها عبر هاشتاغ على تويتر يحمل الاسم نفسه ليصوت الناس على أفضل التصميمات. القائمون على الحملة نفوا ارتباطهم بأي جهة حكومية. ينضم إلينا من القاهرة مؤسس صفحة تحدي تصميم الجنيه المصري ماجد صبري. أهلا فيك معنا يا ماجد، إذا تحكي لنا بشكل سريع ومختصر عن الهدف من هذه الحملة. أهلا بحضرتك. الهدف من الحملة هو تعبير عن الرأي واكتشاف المواهب الموجودة في مصر والمبدعين الموجودين، إزاي يقدروا يعملوا حاجة مشرفة لبلدهم، وتبادل ثقافة وتبادل معرفة، وحتى على المستوى الاجتماعي ان الديزاينرز كلهم او المصممين كلهم يعرفوا بعض، فده حاجة تقربنا اكتر وحاجة تشرف. يعني ان احنا انا شايف ديزاينز بتتبعت مشرفة جدا، ولسه في حاجات كمان هتتبعت يعني جاية في السكة هتنزل على البيج. الاقبال والاعجاب ما كانش متوقع تماما. الهدف منها كان تحدي تصميم، إظهار مهارات التصميم والمنافسة بين المصممين، لكن لقت إعجاب كبير جدا، خلى أن الناس عايزة أن العملات دي تتعامل بجد بشكل رسمي. لكن إحنا ده مش مطلب أساسي للصفحة، وده شيء يشرفنا أن هو يحصل يعني ياريت، لكن ده مش المطلب الأساسي. المطلب الأساسي أن هو إظهار مدى البعض ربط بين المسابقة وبين البنك المركزي المصري. هو ده بسبب ان كان في اشاعات طلعت ان ده شكل العملة الجديدة الرسمي، وده مش صحيح. يعني احنا موضحين حتى في الصفحة ان دي صحيح. صفحة غير مدعومة من اي جهة رسمية، فكان لازم البنك المركزي طبعا يوضح ان الكلام ده مش صحيح، لان ممكن ناس كتير تستغل مرحلة تغيير العملة دي ويحصل تزوير وغش، فكان لازم انه يوضح، واحنا كمان اكدنا على المعلومة دي ووضحناها على البيج. جميل ماجد، سريعا ايش اكثر تصميم لاقى اعجاب؟ يعني لقيت الناس بتحط عليه لايكات اكثر. هو اكثر تصميم لاقى اعجاب كان من اوائل التصميمات اللي اتبعتت لمحمد محروس، ده من اكثر الديزاينز اللي انتشرت كمان، من الأوائل اللي عملوا ديزاينز حلوة وانتشرت على البيج كلها. وفي سيلكشن معين احنا حاطينه في البيج اللي هو الألبوم اسمه ستاف بيكس، ده فيه أفضل عملات من ناحية التكنيكال، يعني من ناحية التفاصيل والباترنز اللي فيه والزخرفة، يبقى صعب تزويره يعني، لكن نعم. في حاجات جميلة جدا معمولة، جميل، شاركت يعني وساعدت في انتشار. شكرا لك. كان معنا طبعا مؤسس صفحة تحدي تصميم الجنيه المصري ماجد صبري، شكرا لك.